يا ستار ها؟ وشو؟ كيف؟ شعر والأمثال. لا الآن الجولة الرابعة تاريخ وجغرافيا. أي مضبوط. الجولة الرابعة تاريخ وجغرافيا. حلو. أوكي؟ حلو. أعطوني سؤال عبد الله أو سؤال مبارك عفوا. سؤالك يقول قناة بنما تصل بين المحيط الهادي و المحيط الهندي الأطلسي المتجمد الشمالي أو الهادي؟ هاشتاغ نروح الهاشتاغ نروح الهاشتاغ هنا ملف تقول لا ما له علاقة هذه تغرد عن فؤاد مش علينا من فؤاد يا تقول فؤاد علموه ان الفناجيل مشروبة يلا استانس فؤاد طيب هنا حلا تقول ان شاء الله حسين ما يغادر حرام توه داخل طيب طيب احنا الان في هاشتاغ مراجل 37 ننتظر الاجابه 1000 نقطه لانها تروح لك نقاط السعد ان جاءت او تروح 500 نقطه للشباب الموجودين معنا سواء سلطان او حسين او عبد الله بن فلاح او عبد الله الجنيبي او حمد طيب الاجوبه قاعده تجي الان ولد العم الأجوبة قاعدة توصل الحين ها؟ توقع واصلة بشنو؟ الأجوبة شلون قاعدة توصل الحين؟ ها؟ لا يعني شلون قاعدة توصل الحين؟ جاية مع منو؟ الأجوبة على تطبيق اكس صح؟ على منصة اكس؟ يعني شنو جاية بالسيارة؟ ما أدري تفهم؟ طيب مبارك قول لي ثبت وأنا حثبت ثبت بسم الله برضو تحجب الصقار لا تكتب لي مسافات هذه المرة الثانية نحجبها منك طيب هنا سارة تقول الإجابة المحيط الأطلسي لابن تغير سلطان عطوني الإجابة طيب صناديق السلطان لا أنتو اختر قيمة من الصناديق راح تطلع لك على الشاشة يا سلطان 30 وشوف 30 وش يخبي السلطان 500 نقطة مثل اللي جاتك من سارة يا سلطان سؤالك يقول كم استغرق بناء الجامع الأموي 5 سنوات 7 10 15 ذكروني بوسائل المساعدة الباقي للشباب مبارك عندك وسيلة مساعدة واحدة سلطان واحدة حسين ثنتين عبد الله واحدة عبد الله جنيبي واحدة حمد استنفذها والله كان ودي اساعدك ولد عمي بس ها سلطان خذ راحتك معك 10 ثواني عطنا التاق ابو هاي هاشتاغ إيه؟ نروح للهاشتاغ ما لومك السؤال صعب للامانه السؤال حقيقه صعب 500 نقطه يا تروح لك 500 او 250 تتوقع ان سلطان من كثر ما جاته النقاط من الجمهور وثق وراح للهاشتاغ او في سبب معين شوف انه واثق وشوف انك واثق يا سلطان وش حاب تقول له بهالمناسبه والله السؤال صعب رحت للتاق ان جاتني ولا يعني جات اخوي مو قصه ثقه جات اخوي لا والله ما هي ثقه يقول مو واثق شوف ما سي تدري شنو فايدة الهاشتاغ؟ شنو فايدة الهاشتاغ؟ انها فزعة لخوي شنو؟ فزعة اه ايه يعني صبر 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 شنو فايدة الهاشتاغ؟ فايدة الهاشتاغ انها تفزع لخوي صح زين
يعني هذه روح التعاون، روح ال شنو بعد؟ بس 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 الجمهور يعني من باب العدل، من باب العدل، من باب العدل. أنا أقول إنه أكثر إنصاف منك، تدري ليش؟ ليش؟ لأن الجمهور ما يقول كلهم، يعطي الإجابة المتسابقة. خمسة. يلا قول لي يا سلطان ثبت وحثبت. بسم الله على بركة الله. يلا قول. ثبت. الإجابة 10 سنوات. طيب ممتاز. الإجابة 10 سنوات من SAFX. المين؟ حمد المهان. استاهل استاهل. منو؟ والله منو؟ ها؟ SAFX. منو صاحب الشال؟ يا حبيبي شو صاحب الشال؟ رديت لك. شوف روح التعاون. حبيبي يا هو أول مرة. تستاهل أبو حسين. تستاهل. حسين جاهز؟ يلا أعطونا صناديق الحسين. استانس. 8 كم؟ 8 8 800 نقطة يا حسين. أعطوني سؤال حسين. باقي لك ثنتين ولا واحدة وسائل مساعدة؟ كم؟ كم باقي لك وسيلة مساعدة؟ ما قد رحت الهاشتاج أنا. باقي لك ثنتين ترى. أيوه. طيب يقول في أي عام تم اختراع الطيارة؟ هاشتاج هاشتاج. صعب السؤال. هاشتاج يا جماعة. كم نقاطك اللي طلعت على الشاشة؟ 800. أيوه. ممكن تروح ترى بقول لك شيء. مرة يعني حتى لو تسمح لي بس يعني حتى لو ما جات من الناس اللي يشجعونك ترى في ناس في الهاشتاج صدق يجاوبون يكتبون لصاحب السؤال. ايا كان ما يهمهم من كان صاحب السؤال. يعني ممكن تروح لك 37 عفوا 800 نقطة. طيب. نحدث التاج الآن. طيب. في تغريدة. طيب قول لي ثبت وحثبت. ثبت. من غند وتقول المن من لصاحب السؤال. طيب 1903. اعطونا الإجابة يا جماعة. طيب على الطيب. طيب نروح ابو فلاح صناديق العبد الله. اثنا عشر. 800 نقطة يا ابو فلاح. يلا شكرا. سؤالك يقول تعتبر من الدول التي لا يمر بها نهر النيل. إثيوبيا، جنوب السودان، تنزانيا، النيجر اللي هي نيجيريا. جنوب السودان. نثبت؟ ثبت. ثبتوا لي على جنوب السودان وعطونا المؤشر. هارد لك يا ابو فلاح. الجنيبي عبد الله. تبقى الصناديق على الشاشه الان راح تطلع لك. اختر لنا رقم تتفائل به ان شاء الله. رقم دسم بتشوف عليهم بركز فيه الحين. يا طويل العمر والسلامه رقم 15. 800 نقطة. حلوة له. يا عبد الله أعطوني سؤال عبد الله. سافرت أمريكا الجنوبية ولا ما سافرت؟ يقول ما هي أكبر دولة في أمريكا الجنوبية من حيث المساحة؟ البرازيل، الأرجنتين، البيرو، تشيلي.
روح هاشتاج. نروح للهاشتاج. نروح للهاشتاج. تعرف كلمات برازيلية أرجنتينية؟ ها؟ تعرف كلمات برازيلية؟ لا والله بس عارف إنجليزي الحمد لله. ها؟ عارف إنجليزي بس. برازيلي ما تعرف؟ لا لا. ولد عمي؟ لا حبيبي لا ميسي حبيبي لا ميسي كلمات برازيلية مو بس ما لاعبين الله يسلمك هي اسماء لاعبين مو كلام برازيلي ها؟ أنا يتوقع على بينها المواضيع ما أدري أحس إن سنتام يعني طيب إجابة. هنا شين تقول عادل كان غايب بحصة الجغرافيا النيجر غير نيجيريا عفوا تقول عادل كان غايب بحصة الجغرافيا النجير هي مي بكاتب النيجر النجير غير نيجيريا إذا كانت النيجر غير نيجيريا فأنا أعترف أني غايب عن حصة الجغرافيا مثل ما أنت غايب عن حصة الإملاء لأن النيجر تكتب النيجر وليست النجير طيب يلا طيب قول لي ثبت وحثبت ثبت الجوري تقول النيجر ولمن لحسين بس نشوف الإجابة طيب عفوا دقيقة السؤال أنا استغربت معليش يا أخوان معليش السؤال اللي طاف هذا تصير لا توهم جاوب الله يسعدها قبل 28 ثانية خلاص يا جماعة ركزوا معنا يلا نحدد من جديد دقيقة أضغطتني هذه اللي قبل شوي والله أضغطتني يا جماعة والله احتريت يا شباب شغلونا المخيف يا شباب ها ردي حلو والله العظيم عندك في مكان تدري أسوأ شيء في الحياة هو شو وإيش إنك دائما تأخذ كلام الجمهور بمحمل الجد ثناءهم وهذه رسالة ونصيحة حتى الأخوان الإعلاميين ثناء الجمهور خذه قيمة لك انتقادهم إذا كان صحيح خذه قيمة لك إذا كان في غير محله لا تجادل الجمهور طالما إنك طلعت على الشاشة تحمل صحيح الجمهور دائما على صح خذها قاعدة الجمهور دائما على صح لا تصادم الجمهور من أنت بدون الجمهور وين بالعكس بالنسبة لي أنا والله أعتبرهم أخواني وخواتي والله العظيم يلا بسم الله الإجابات بدأت تنهال ثبت بسم الله على بركة الله هنا ريم تقول البرازيل لحسين استاهل البرازيل عطوا الإجابة طيب على حسين حمد صناديق يلا 26 نبي نقفل على 1.5 يلا سريع 19 يلا 19 900 نقطة يا ولد العم حلو ركز سؤالك يقول قبل شوي تتبع محافظة العقيق إدارياً لمنطقة القصيم الرياض مكة المكرمة الباحة سنيتان يقول لي الباحة سنيتان؟ مين سنيتان؟ واحد قريب شو اسمه؟ أتحلم فيه أنا يقول الباحة يقول الباحة معاه ولا بد؟ ثبتنا يلا عطوا الإجابة يفهم اخوي طيب الجولة الخامسة استاذ 900 ثقافة عامة مبارك السخيل جاهز الصناديق المبارك